السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب تالتة ثانوي في أولى حلقات حل كتاب الامتحان لسنة 2023. بسم الله، ويلا بينا نبدأ بأولى الدروس. السؤال الأول من الدرس الأول، الجزئية الأولى بيتكلم عن التيار الكهربي، وقلنا عندنا تعريفين للتيار الكهربي، تعريف تقليدي وتعريف فعلي. التيار التقليدي كان هو كمية من الكهربية تسري خلال الموصلات واتجاهها في الموصلات. أنا دلوقتي بتكلم على مين؟ على التقليدي. كان اتجاهه في الموصلات من الموجب للسالب، أما في المصادر، والمصادر يقصد بها البطاريات، من السالب إلى الموجب. أما الاتجاه الفعلي، أو ممكن نسميه الإلكتروني، أو ممكن نسميه الحقيقي، دول كلهم لتعريف واحد، وهو التيار الكهربي الفعلي أو التيار الإلكتروني أو الحقيقي، هو عبارة عن فيض من الإلكترونات أو فيض من الشحنات يسري خلال المواصلات، وإن المواصلات دي مادة تحتوي على وفرة من الإلكترونات الحرة، وكان اتجاهه في المواصلات اللي هي الأسلاك الموجودة في الدائرة من السالب إلى الموجب. أما في المصادر، كان من الموجب للسالب. ويلا بينا نحل أول سؤال، أي من الدوائر الكهربية التالية توضح الاتجاه التقليدي للتيار اللي بيرمز له بحرف I، واتجاه تدفق الإلكترونات الحرة اللي هو اتجاه التيار الإلكتروني هيرمز له بإيه سمول بشكل صحيح. نبدأ بالآي. الآي ده في المواصلات قلنا بيتجه من الموجب إلى السالب، أما الإلكتروني من السالب إلى الموجب، يعني الاتنين عكس بعض تماما. نشوف أول اختيار، الاختيار رقم ألف، فيه التيار خارج من القطب الموجب، تمام، يعني ده لحد دلوقتي كده صح، لكن الإلكتروني داخل على السالب وهيخرج من الموجب. الإلكتروني بيخرج من السالب ومش بيدخل على السالب، يبقى ده مرفوض. لازم الإلكتروني والتيار التقليدي الاتنين يكونوا عكس بعض. أنا شايف إن الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه، يبقى ألف مرفوضة. أما بقى، التيار التقليدي خارج من الموجب، أما الإلكتروني خارج من السالب، يبقى دي الرسمة الصح، والاتنين بيكونوا عكس بعض. نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيتكلم عن تيار الكهربي عند مروره داخل موصل، وبدأ يحدد بالتحديد شدة التيار. شدة التيار كان تعريفها هي المعدل الزمني للتغير في كمية الشحنة الكهربية، أو المعدل الزمني لتدفق الإلكترونات. فتدفق الإلكترونات خلال السلك الواحد ثابت. يعني إيه تدفق الإلكترونات؟ عدد الإلكترونات المرة خلال وحدة الزمن. فعدد الإلكترونات اللي هيمر خلال المقطع الكبير ده هو عدد الإلكترونات اللي هيمر خلال المقطع الصغير ده. إزاي؟ لو مر من هنا 10 إلكترونات خلال ثانية واحدة، إيه اللي هيحصل هنا؟ عند المقطع ده هيمر أيضا 10 إلكترونات خلال الثانية الواحدة، يبقى شدة التيار خلال نفس الموصل ثابتة ما بتتغيرش. إذا شدة التيار خلال المقطع إكس هي شدة التيار خلال المقطع واي، هي شدة التيار خلال المقطع زد، وهندرس الجزئية دي بالتفصيل في الدرس التاني اللي هو كان بعنوان توصيل المقاومات. هنتعرف على نوع من أنواع التوصيل اسمه توصيل على توالي. يبقى شدة التيار المرة في نفس السلك ثابتة، يبقى اي اكس بيساوي اي واي بيساوي اي زد، الاختيار رقم ب. نشوف السؤال رقم 3، اذا مر تيار كهربي شدته 5 امبير في موصل، فان هذا يعني ان كمية الشحنة الكهربية المرة عبر مقطع من هذا الموصل خلال ثانيتين هيساوي كام؟ كنا بنعرف شدة التيار ان هو المعدل الزمني للتغير في كمية الشحنة الكهربية. يعني قانون شدة التيار ان الاي بيساوي كيو على تي. فكنت دايما بقولك حاول تحفظ القوانين في صورة مثلثات لو فيها ثلاث متغيرات. يعني الاي بيساوي كيو على التي، فانت عايز تحسب هنا مين؟ كمية الشحنة الكهربية اللي هي كيو. اذا الكيو هيساوي اي في تي. الاي بكام؟ بخمسة، والزمن ثانيتين، يبقى 2، 2 في 5 ب10، وحدة قياس كمية الشحنة الكهربية كولم، يبقى الاختيار رقم ج. السؤال رقم 4،
إذا كانت شدة التيار المارة في موصل هي 3 من 10 أمبير، فإن هذا يعني أن تعريف التيار الكهربي هكتبه لك وأنت ركز معايا. تعريف التيار الكهربي هو المعدل الزمني للتغير في الشحنة الكهربائية، يعني الآي بيساوي كيو على التي. فالسؤال هنا بيقول لك إذا كانت شدة التيار دي 3 من 10 أمبير، فإن هذا يعني أن كمية الشحنة الكهربية التي يحتويها الموصل تساوي 3 من 10 كولم، ولا كمية الشحنة التي تمر؟ هو الموصل بيحتوي الشحنة ولا الشحنة بتمر خلال الموصل؟ الشحنة بتمر، يعني كلمة يحتويها دي لأ ما تنفعش. كمية الشحنة الكهربية تسري خلال الموصلات، يبقى كمية الشحنة الكهربية اللي تمر خلال المقطع منه في الثانية، يعني لو الزمن ده بواحد يبقى كمية الشحنة الكهربية بكام عشان الناتج يكون 3 من 10؟ القسمة على الواحد تطلع بنفس الناتج، يبقى لازم كمية الشحنة الكهربية دي تكون كام؟ 3 من 10. طب لو كان قال في زمن ثانيتين، لو الزمن ده بدل ما يكون واحد بقى 2، أنا عايز برضو حاصل القسمة يطلع ب3 من 10، يبقى كمية الشحنة الكهربية تبقى 6 من 10، يبقى كلما زاد الزمن زادت كمية الشحنة الكهربية. إذا تعريف التيار الكهربي هيكون هو كمية الشحنة الكهربية اللي تمر، لازم كلمة تمر، خلال مقطع منه في الثانية 3 من 10 كولم. يبقى الاختيار رقم 4 والاختيار رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول في الشكل المقابل موصل تمر شحنة كهربية سالبة. كلنا عارفين ان الشحنة الكهربية سالبة. ليه سالبة؟ لان هي الشحنة الكهربية دي عبارة عن الكترونات، والالكترونات بيكون سالبة الشحنة، مقدارها 2 مايكرو كولم. اذا كمية الشحنة الكهربية 2، والمايكرو ده كان 10^-6 كولم، عبر مقطع اكس خلال زمن 4 ملي ثانية. الام اللي قبل الثانية دي ملي، يعني الزمن بيساوي 4 والملي 10^-3 ثانية، فإن شدة التيار المر في الموصل بكام؟ واتجاه التيار الاصطلاحي. خد بالك إنه قال لك إيه؟ شحنة كهربية سالبة، يعني بيعبر عن مين؟ عن الإلكترونات اللي موجودة عندك. فاتجاه الإلكترونات من إكس لواي، وده يبقى اتجاه مين؟ فعلي. هو عايز الاتجاه الاصطلاحي اللي هو التقليدي. التقليدي كان عكس الفعلي، يبقى التقليدي من واي لإكس. يبقى كده انا حددت اتجاه التيار. اما شدة التيار، فشدة التيار الاي كان بيساوي كيو على التي. الكيو 2^-6 على الزمن 4^-10^-3. في حالة القسمة على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين. في حالة قسمة الاساسات المتساوية تطرح الاسس، يبقى كده نص مضروب في -6 -3 يبقى +3، يبقى في 10^-3 أمبير. الناتج مش موجود بالأمبير، ده موجود بالملي أمبير. أخد الناتج اللي طلع ده اللي هو نص في 10^-3 أمبير، عشان يتحول للملي أمبير، من أمبير لملي أمبير، من كبير لصغير ضرب. هتضرب في كام عشان تحول للملي أمبير؟ هضرب في 1000 اللي هو 10^3. فتروح 10^3 مع 10^-3 يتبقى عندك نص ملي أمبير. إذا اتجاه التيار من واي لإكس ومقداره نص ملي أمبير، لاختيار رقم د. السؤال رقم 6، تيار كهربي شدته 5 ملي أمبير يمر في سلك، فإن نعوض كده عن التيار. فالتيار أهو 5 بالملي أمبير، يبقى في 10^-3 أمبير. احسب كمية الكهربية التي تمر عبر مقطع معين من السلك في زمن قدره 10 ثواني. قلنا حافظين القانون في صورة مثلث، ان الاي بيساوي كيو على تي. فالمرة دي هو عايز كمية الشحنة الكهربية، الكيو هيساوي اي في تي. الاي ب5 في 10^-3 في الزمن ب10. 10^-3 ب10^2، 5^-2 يطلع الناتج 5 من 100 كولم، لاختيار رقم ب. طبعا انت مشغل آلة حاسبة ورايا. رقم 2، عدد الالكترونات المرة عبر مقطع في موصل. عدد الالكترونات ملهاش غير قانون واحد فقط،
إيه هو؟ بما أن كمية الشحنة الكهربية بيساوي عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون. لو حافظ القانون ده في صورة مثلث هيوفر عليك كتير. الكيو بيساوي N في E. الكيو كمية الشحنة الكهربية بيساوي N في E. فلو عايز ال N فال N هيساوي كيو على E. ركز كده معايا، هذا القانون، ال N بيساوي كيو على E. فبقول لك عدد الإلكترونات المرة عبر هذا المقطع خلال تلك الفترة. تلك الفترة دي يقصد بها مين؟ يقصد بها العشر ثواني، يعني كمية الشحنة الكهربية اللي مرت خلال 10 ثواني. كمية الشحنة الكهربية كانت بكام؟ 5 من 100 كولا. على شحنة الإلكترون اللي هي المفروض مقدار ثابت ما بيتغيرش، مقدارها 1.6 × 10^10^19، بيكون معطى، وانت من كتر الحل هتحفظه. 5 من 100 على 1.6 × 10^10^19، اعملها على الآلة. 5 من 100 على 1.6 × 10^10^19 هيساوي 325/10^17 لاختيار رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده. موصل يمر به تيار كهربي شدته 16 أمبير، فإن كتلة الإلكترونات المرة عبر مقطع من هذا الموصل خلال 2 ثانية هيساوي كم، علما بأن كتلة الإلكترون بيساوي 9.1 × 10^-31. عشان أحسب الكتلة الكلية للإلكترونات اللي هي رمز لها برمز M، رمز الكتلة، فالكتلة الكلية هيساوي عدد الإلكترونات في كتلة الإلكترون الواحد اللي هي 9.1 × 10^31. يبقى الكتلة الكلية للإلكترونات هيساوي عدد الإلكترونات مضروب في كتلة الإلكترون الواحد. يبقى أنا كده محتاج مين؟ محتاج عدد الإلكترونات. أنا الوقت لسه بفكر في المسألة. تاني خطوة، عشان أحسب عدد الإلكترونات، فعدد الإلكترونات ملهاش غير قانون واحد، كيو على الإي. الإي اللي هي شحنة الإلكترون، ودي مقدار ثابت، لكن الكيو مش موجودة عندي في المعطيات، كل اللي موجود عندي شدة التيار وعندي زمن. انت لسه حافظ من شويه ان الكيو كان بيساوي اي في تي، يبقى ينفع اشيل الكيو واحط مكانها كيو دي، واحط مكانها اي في تي على اي. الاي موجوده والتي موجوده والاي موجوده، كده ما عادش في مجهول في المساله، كده خلاص انت جاهز للحل، ابدا حل المساله. اخر خطوه انت فكرت فيها هي اول خطوه في الحل. يعني ايه اخر خطوه؟ كانت الان تساوي I اللي هو ب16 في T ب2 ثانية على الإي اللي هي شحنة الإلكترون 1.6 في 10^-19. 16 في 2 على 1.6 في 10^-19 هيساوي 2 × 10^20. ده عدد الإلكترونات، 2 × 10^20 إلكترون. الخطوة بعد ما حسبت عدد الإلكترونات، اطلع احسب الكتلة الكلية اللي كانت بتساوي كتلة عدد الإلكترونات في كتلة الإلكترون الواحد. يعني الناتج اللي طلع معانا ده 2 × 10^20 هنضربه في كتلة الإلكترون الواحد. ده الناتج اللي هو أنصر في كتلة الإلكترون الواحد 9.1 في 10^-31. تطلع ان الكتلة الكلية 1.82 × 10^-10. 1.82 × 10^-10 كيلوغرام لاختيار رقم ب. وصل كده؟ نشوف السؤال اللي بعده. اذا كان معدل مرور الالكترونات في سلك، ايه معدل مرور الالكترونات ده؟ يقصد بها مين؟ شدة التيار. يبقى كلمة معدل مرور الإلكترونات يقصد بها شدة التيار. هو 10^20 إلكترون في الثانية. ممكن نشيل إلكترون في الثانية دي ونحط مكانها أمبير. يبقى شدة التيار عند المقطع إكس 10^20. ومعدل مرورها في السلك واي، يبقى ده أيضا شدة التيار بالنسبة للسلك واي، كان 2 × 10^20. فإن النسبة بين شدة التيار عند إكس إلى شدة التيار عند واي
قلنا شدة التيار هي معدل الإلكترونات، الـ IX كان بعشرة أس عشرين، والـ IY كان باتنين في عشرة أس عشرين. إذا IX على IY، العشرة أس عشرين تروح مع العشرة أس عشرين، البسط يتبقى فيه واحد، المقام يتبقى فيه اتنين، يبقى النسبة واحد إلى اتنين لاختيار رقم ج. سؤال رقم تسعة، ركز معايا فيه قوي. السؤال بيقول الشكل المقابل يمثل شحنة كهربية مقدارها 2 مايكرو كولم، ادي كمية الشحنة الكهربية 2، ومايكرو كولم يعني مضروبة في 10 أس سالب 6. مش عارف ايه حكاية القلم اللي عمال يتكسر ده. 2 في 10 أس سالب 6 كولم. بتردد، ايه التردد ده؟ التردد ده انت سمعت عنه في تانية ثانوي، فاكره كان مقلوب الزمن الدوري، فلما يقول لك التردد يعني اقدر اجيب الزمن من خلاله واقول ان الزمن الدوري كان مقلوب التردد. لو التردد 1000 يبقى الزمن الدوري 1 من 1000 ثانية. يدور في مسار دائري منتظم، فإن شدة التيار الناشئ عن دوران الشحنة الكهربية هيساوي كام؟ كده عندي ال Q وعندي ال T، ال I بيساوي Q على ال T، ال Q 2 في 10 أس سالب 6، الزمن 1 من 1000، 2 في 10 أس سالب 6 على 1 من 1000 هيساوي 2 في 10 أس سالب 3 أمبير. بس الاختيارات كلها موجودة بالملي أمبير، تعرف تحول من أمبير لملي أمبير؟ أيوة، من كبير لصغير ضرب، والأمبير يحتوي على 1000 ملي أمبير، يبقى هضرب في 10 أس 3. طبعا دي تحولات من أولى ثانوي والمفروض حافظينها. الـ10 أس 3 تروح مع الـ10 أس سالب 3، ويتبقى عندك الناتج 2 ملي أمبير لاختيار رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 10، قبل ما نبدأ فيه عايز أراجع معاك حاجات صغيرة كده، معلومات من أولى ثانوي أخدت في أولى ثانوي. لو ناسي الحركة في مسار دائري، ده مسار دائري، ممكن كان يكون عندي جسم يتحرك في مسار دائري، فكان بيطلب عليه شوية مطالب. أول مطلوب كان يقول لك احسب الزمن اللازم لعمل دورة كاملة. هو الزمن ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه الزمن الدوري، وكان الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي على عدد الدورات اللي هي الـ N. فكنا بنحفظ القانون ده في صورة مثلث، ونقول ان الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. يبقى الزمن الدوري هي T كابيتال، والزمن الكلي هو T سمول، والN هي عدد الاهتزازات. تاني قانون كان بيجي على الحركة في مسار دائري هي السرعة، يقول لك احسب سرعة الجسم. بما ان السرعة كانت بتساوي المسافة على الزمن، فالمسافة المقطوعة خلال دورة كاملة يعني ماشي على الإطار الخارجي للدايرة كان اسمها محيط الدايرة. يبقى المسافة على خلال دورة واحدة هي محيط الدايرة اللي هو 2 باي R، والزمن اللازم لعمل دورة كاملة في هذه الحالة هو الزمن الدوري. يبقى السرعة كانت بتساوي 2 باي R على T اللي هو الزمن الدوري. دي كانت معلومة قديمة عندك في أولى ثانوي، طب أنا بشرحها دلوقتي ليه؟ هتعرف واحنا بنحل المسألة. تاني معلومة، انت عارف ان الاي بيساوي كيو على تي، ولو الكيو مجهولة كنت بشيلها وحط مكانها ان في اي على تي، حيث الان هو عدد الالكترونات، ولكن ده لو بتسير او الالكترونات تدري في سلك. اما لو كان الموصل اللي عندي على شكل دائري، لو الموصل موجود على شكل دائرة، فالآي هيساوي كيو على تي أو ان في اي على تي.
ايه الاختلاف بين الاتنين؟ الان في الحالة الاولى اللي فوق دي كانت عدد الالكترونات، اما الان هنا هي عدد الدورات او اللفات في المسار الدائري. يبقى لو كان الموصل اللي عندك على شكل دايرة، فالاي هيساوي ان في اي على تي، حيث الان هي عدد الدورات او عدد اللفات، لكن لو بيسر في خط مستقيم فالان هي عدد الالكترونات. المعلومتين دول مهمين جدا. يلا بينا نقرأ السؤال اللي موجود معانا. السؤال بيقول: طبقا لنموذج بور لذرة الهيدروجين يتحرك الكترون في مسار دائري نصف قطره 53 من 100 انجستروم، يعني ده مسار دائري نصف قطره الار بتاعته بتساوي 53 من 100 انجستروم، فالانجستروم عشان يتحول لمتر بيتضرب في 10 أس سالب 10 عشان يكون بالمتر. بسرعة مقدارها 2.2 × 10^6 متر لكل ثانية. فإن شدة التيار الكهربي الناشئة عن حركة الإلكترون هيساوي كام؟ قلنا شدة التيار الكهربي في حالة الدوران في مسار دائري كان هيساوي N في E على T، تمام كده؟ حيث الـ N هتكون مين؟ عدد الدورات، تمام كده؟ والـ T هو الزمن الكلي. بس في عندي مجهولين، الـ E هي شحنة الإلكترون فمقدارها 1.6 × 10^19، فموجودة، لكن الـ N اللي هي عدد الدورات مش موجودة، والـ T اللي هو الزمن الكلي مش موجود. ينفع من مثلث الزمن الدوري اللي كان بيقول الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات، أقول إن الزمن الكلي بيساوي الزمن الدوري في عدد الاهتزازات؟ أيوه ينفع، يعني أقدر أشيل الزمن ده وأقول إن الأي هيساوي إن في إي، والتي هشيلها وأحط مكانها الزمن الدوري في عدد الدورات. كده الإن راحت مع الإن، طيرتها. يبقى اللي باقي عندي ان الاي بيساوي اي على تي اللي هو الزمن الدوري. عارف ان المسألة طويلة لانها رابطة فيزياء اولى بفيزياء تالتة، فالمسألة من المسائل الصعبة، فركز معايا قوي. خلاص كده انا معايا شحنة الالكترون لكن الزمن الدوري مش موجود، صح؟ وعندي السرعة. تعرف تحسب الزمن الدوري بدلالة السرعة؟ ايوه، انت مش لسه من شوية قايل ان السرعة لجسم في مسار دائري كانت بتساوي 2 باي ار على تي اللي هو الزمن الدوري؟ ايوه. طيب لو عايز الزمن الدوري ده في طرف لوحده عشان احسبه، تعال نعمل وسطين في طرفين يتضرب يطلع مكان السرعه والسرعه تنزل مكانه، تبادل او كانك ضربت وسطين في طرفين، ويبقى الزمن الدوري بيساوي 2 باي ار على الفي. ايه ده؟ الار موجوده والفي موجودة، كده ما عادش مجاهيل، يعني اقدر اقول ان الاي هيساوي الاي اللي هي شحنة الالكترون على الزمن الدوري كان بيساوي ايه؟ 2 باي ار على الفي. مقام المقام ايه اللي بيحصل له؟ يطلع بسط، ومنها يبقى الاي هيساوي اي في الفي اللي هي سرعة الالكترونات على 2 باي ار. تعويض مباشر، ال اي اللي هي شحنة الالكترون 1.6 × 10^19 في السرعة 2.2 × 10^10^6 على 2 باي ار، 2 والباي ب 3/14 من 100 في الار كان 53 من 1000، 53 من 100 في 10^10. دخل الحسبة دي على الآلة يطلع الناتج 1.57 من 1000 في 10^(3). 1.57 من 1000 في 10^(3) أمبير. الاختيارات اللي موجودة كلها بالملي أمبير، خلاص حول من الأمبير للملي أمبير.
من كبير لصغير ضرب هنضرب في 10 أس 3، فتلاقي 10 أس 3 راحت مع 10 أس 3، يتبقى عندك 1.57 ملي أمبير. 1.57 موجودة في الاختيار رقم د. نشوف السؤال رقم 11. السؤال رقم 10 ده تسمعه تاني من الأسئلة المهمة التقيلة اللي ربطت الفصول ببعضها. السؤال رقم 11 بيقول الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كمية الشحنة الكهربية والزمن. المار عبر مقطع من مواصل في دائرة تيار مستمر، فتكون قيمة شدة التيار الاي كان بيساوي كيو على التي، فكيو موجود على الصدات والتي موجود على السينات، اذا شدة التيار هيساوي الميل. الميل لو اخدت من هنا 50، فركز هي الـ50 موجودة بايه، بالكولم ولا بالملي كولم ولا بالمايكرو كولم. اروح ابص على الرسمة هنا، الـ50 موجودة بالكولم والزمن موجود بالثانية، يبقى الميل مباشرة. من 50 همشي معاها كده لحد ما تقاطع مع المحور المائل، بعد كده أعمل إسقاط، بقت 50/5، يطلع إن شدة التيار بيساوي 10 وحدة قياسه أمبير، الاختيار رقم ب. السؤال رقم 12، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الشحنة الكهربية المرة عبر مقطع من الموصل إكس لموصلين اكس واي والزمن تي، فان النسبة بين شدة التيار المرة في الموصلين. بما ان الميل بيساوي شدة التيار، اذا اكبرهم في الميل اكبرهم في التيار. طب يعني ايه الميل؟ الزاوية دي، شايف السلك واي بيصنع زاوية مع محور السنات، او السلك اكس بيصنع زاوية اكبر مع محور السنات، اذا تيار اكس اكبر من تيار واي. هو كان عايز النسبة بين اي اكس الى اي واي، البسط اللي هو اي اكس اكبر من المقام، يبقى النسبة اكبر من الواحد. كان عندك 3 حلول للنسب، سؤال النسبة، لو البسط يساوي المقام فالناتج يساوي الواحد الصحيح، اما لو البسط اقل من المقام الناتج اقل من الواحد. البسط اكبر من المقام يبقى الناتج اكبر من الواحد، فانا عندي البسط اكبر من المقام يبقى الناتج اكبر من الواحد الصحيح. رقم 13، عندك نوعين من التيار خلال المنهج بتاعك. أنواع التيار الكهربي، تيار اسمه تيار مستمر، والتيار المستمر ده بيكون جاي من بطارية. يعني ايه تيار مستمر؟ تعريف التيار المستمر هو تيار لا يتغير بمرور الزمن، يعني لو جالك علاقة بيانية فيه بين شدة التيار والزمن هختار العلاقة الثابتة. أما النوع التاني اسمه تيار متردد، وده هندرسه إن شاء الله لما نوصل للفصل التالت. التيار المتردد ده هو تيار يتغير جيبيا بمرور الزمن. يعني إيه؟ يعني لو جيت تمثله بيانيا، هنا شدة التيار وهنا الزمن، تلاقيه بياخد شكل الدالة الجيبية، قمة وقاع قمة وقاع. يبقى عندك كام نوع من التيارات؟ مستمر ومتردد. التيار المستمر مصدره إيه؟ البطارية. أما المتردد ده مصدره الدينامو. فعلى حسب نوع المسألة، لو لقيت المسألة بيقول لك تيار مستمر أو بيقول لك تيار ناتج عن بطارية، يبقى التيار عندك تيار ثابت لا يتغير بمرور الزمن. شوف السؤال رقم 13، الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين عدد الإلكترونات المرة عبر مقطع من موصل معين في من موصل في دائرة يسري بها تيار كهربي والزمن تي، فيكون الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين شدة التيار المرة في هذا الموصل. تيار كهربي، ودي العلاقة بين عدد الإلكترونات والزمن، علاقة طردية. ليه علاقة طردية؟ الآي كان بيساوي إن في إيه على التي، فالعلاقة بين الآي والإن علاقة طردية. أما العلاقة بين شدة التيار والزمن، التيار اللي احنا بندرسه في الفصل الأول، تيار جاي من بطارية، تيار نوعه إيه؟ مستمر، يعني تيار لا يتغير بمرور الزمن. أي علاقة منهم؟ الاختيار رقم ألف، علاقة بين شدة التيار والزمن لما يكون التيار مستمر. وصلت كده؟ نشوف السؤال اللي بعده.
صورة رقم 14، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار المار في موصل والزمن، فإن الشحنة الكهربية هتساوي كام؟ بما إن الآي كنا حافظينه في صورة مثلث، الآي بيساوي كيو على التي، فلما كان عندي علاقة بين الكيو والتي الاتنين دول مقسومين على بعض، فكان الميل بيساوي شدة التيار. يبقى لو مقسومين يبقى الطرف الثالث بيساوي الميل. اما لو مدين علاقة بين شدة التيار والزمن، دول ايه؟ مضروبين. لو مضروبين عشان احسب الثالث، فالثالث بيساوي المساحة تحت المنحنى. يبقى دايما المجهول الثالث، لو المجهول الثالث ده ناتج عن مقسومين يبقى بيساوي الميل. فلما كان عندي علاقة بين الكيو والتي عشان احسب شدة التيار حسبت الميل، لكن لو التالت اللي هو الكيو ناتج عن مضروبين، فالمضروبين دول يساوي المساحة تحت المنحنى. فركز معايا كده في السؤال ده، عندي العلاقة بين شدة التيار والزمن، فالاتنين كانوا مضروبين في بعض، اذا الكيو هيساوي المساحة تحت المنحنى. ادي المنحنى، فين المساحة تحت المنحنى؟ اهي المساحة تحت المنحنى كانت بتساوي، ده مستطيل يعني الطول في العرض 5 × 10 بـ50، و50 كولم لاختيار رقم د. انتهت المسألة على شدة التيار. يلا بينا ننتقل على فرق الجهد. فرق الجهد هو الشغل المبذول بواسطة البطارية لمرور كمية شحنة كهربية مقدارها 1 كولم بين نقطتين. يعني من الآخر كده، شرط مرور شحنة كهربية هو وجود فرق جهد، حيث يسري التيار من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل. السؤال الأول بيقول أي الحالات الآتية يعبر السهم عن الاتجاه التقليدي الصحيح للتيار الكهربي المار في المقاومة؟ شرط مرور تيار كهربي هو وجود فرق جهد، وفرق الجهد ده والتيار ينتقل من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل. يعني مثلا الاختيار رقم ألف، مين اللي جهده موجب ومين اللي جهده سالب؟ واحد يقول لي ده الاتنين موجب، لا، الجهد الموجب معناها الجهد الكبير، والسالب معناها الجهد الاقل حتى لو كان موجب. فانا عندي كده الموجب والسالب، عندي جهد اعلى وجهد اقل، والتيار بينتقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل، يبقى الاختيار ا هو الصح. طب تعالى كده نشوف بقى، ب هنا صفر وهنا موجب 10، فالصفر سالب والعشرة تبقى الموجب لأن الصفر هي الأقل. هل ينفع التيار ينتقل من السالب للموجب؟ ده اتجاه تقليدي، يبقى باء غلط. ده بجيم، عندي سالب 4 وموجب 2، طالما بقى فيها سالب، لأ، ده السالب 4 أقل من موجب 2، يبقى انت هنا السالب وده الموجب. التيار ينفع ينتقل؟ لأ، مش عايز، ده تقليدي. من سالب 4 لصفر، السالب 4 أقل من الصفر، أيضا دي غلط. يبقى الاختيار الواحد الصح هو الاختيار رقم ألف. صورة رقم 16، في الشكل المقابل يكون الشغل المبذول لتمر شحنة كهربية مقدارها 4 كولم بين نقطتين هيساوي كام؟ بيسأل على الشغل، بما أن ال V كان بيساوي W على QO. حابب تحفظ القانون في صورة مثلث يبقى أحسن، ال W بيساوي V في Q. بيسأل على مين هنا؟ الشغل. في الشكل المقابل يكون الشغل المبذول، عايز الشغل اللي هو ال W. الشغل هيساوي فرق الجهد في كمية الشحنة الكهربية. فرق الجهد بكام؟ من 15 لسالب 5، احسب فرق الجهد، فالفرق بيساوي الكبير ناقص الصغير ناقص سالب 5، سالب سالب يبقى موجب، وانسى السالب دي. كده فرق الجهد 15 و5 20، في كمية الشحنة الكهربية 4 × 20 بـ80 جول. صورة رقم 17، في الشكل المقابل إذا كان الشغل المبذول لنقل 10^20 إلكترون، ده الـ N، بين النقطتين X و Y هو 80 جول، فإن جهد النقطة Y يساوي كام؟ ارجع معايا كده بالذاكرة لحصة الشرح، وبالتحديد في الجزئية بتاعت توصيل المقاومات. انت لسه ما اخدتوش توصيل المقاومات، خلاص هشرحها هنا ونبقى نسمعها تاني في فيديو الشرح. لحساب جهد نقطة بحسب فرق الجهد بطريقتين، فرق الجهد أو أي فرق بصفة عامة في الرياضة بيساوي الكبير ناقص الصغير. يعني لو التيار بينتقل من جهد النقطة X لجهد Y فهيساوي VX
ناقص في واي، ده فرق الجهد في الرياضة. أما فرق الجهد في الفيزياء كان له قانون بيقول إن فرق الجهد بيساوي دبليو على كيو. أبدأ أساوي القانونين ببعض، القانون اللي في الرياضة بالقانون اللي في الفيزياء. بمجرد ما هساوي القانونين ببعض هتلاقي المسألة اتحلت. ال في اكس موجود عندك في المسألة بكام؟ بخمسة فولت، عوض عنه بخمسة. ناقص جهد النقطة واي، معرفش هو بكام، ده مجهول. الدبليو موجود عندك في المسألة اللي هو الشغل بتمانين جول. الكيو مش موجودة لكن عندي عدد الالكترونات اللي هو 10^20، يعني انا اعوض عنها بان في ايه، الان 10^20 في الاي اللي هي شحنة الكترون 1.6 في 10^19. خد القانون ده وعوض بيه، يلا بقت حسبة رياضية. عايز الفي واي في طرف لوحدها، ينفع اعدي الفي واي بره كده عشان كانت سالبة تخرج بره الموجب، والقيمة دي تدخل جوه بالسالب، يبقى الفي واي بيساوي خمسة ناقص 80 على 10^20 في شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10^19. الـ VY بخمسة ناقص 80 على 10^20 في شحنة الإلكترون 1.6 في 10^19. ايه ده، طلع جهد النقطة واي بكام؟ بصفر. يبقى الاختيار رقم ب. تمام كده المسألة دي. يلا بينا ننتقل للمسألة رقم 18. لقياس شدة التيار كنت بستخدم أميتر، ولقياس فرق الجهد كنت بستخدم فولتاميتر. الأميتر بيوصل في نفس السلك المار به التيار الكهربي، وبنسمي طريقة التوصيل دي طريقة التوصيل على التوالي. فده السلك اللي بيمر فيه تيار كهربي، إذا اللي في الطريق ده، اللي في طريق التيار ده هو الأميتر، وبيوصل على التوالي حتى يمر به التيار المار بالدائرة. أما الفولتاميتر فبيستخدم لقياس فرق الجهد بين طرفي أي جهاز موجود عندك، والجهاز أو الجهاز الكهربي بيتمثل في الدائرة في صورة مقاومة كهربية. أما الفولتاميتر هاجي بين طرفي الجهاز ويوصل، فطريقة التوصيل ده اسمها توازي. يبقى الأميتر بيوصل في طريق التيار، يشوف التيار فين يروح يقعد في الطريق، يبقى ده الأميتر، وبيوصل على التوالي، يبقى الجهاز إكس هو الأميتر، أما الجهاز واي هو الفولتاميتر. شايف الاختيار رقم ب، الجهاز اكس أميتر والجهاز واي هو الفولتاميتر، يبقى الاختيار رقم ب. صورة رقم 19، الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل تحتوي على جهازين اكس وواي. فالواي في طريق التيار، عرفت منين؟ التيار بيخرج من الموجب صح؟ يفضل ماشي في الموصل بالشكل ده كده. ايه ده، الجهاز اللي هيمر به التيار اسمه أميتر. فأي الاختيارات التالية يوضح وحدة قياس كل من الكمية المقاسة بواسطة الجهاز إكس والكمية المقاسة بواسطة الجهاز واي. قلنا الواي ده هو الأميتر، أما اللي بيوصل بين طرفي الجهاز اللي موجود عندي سواء كان بطارية أو مقاومة، يعني بيجيب من نقطة بدايتها لنقطة نهايتها، ده فولتاميتر، وبيقيس فرق الجهد بوحدة الفولت، أو الفولت ده كانت بتكافئ جول على الكولم. اما شدة التيار كانت بتقاس بالامبير اللي هي كانت بتكافئ كولم على الثانية. نشوف الاختيارات المتاحة. الجهاز اكس كان اسمه ايه؟ اميتر. الجهاز اكس فولتاميتر. الفولتاميتر فولت او جول على الكولم، ده كولم على الثانية ما ينفعش، كولم على الثانية ما ينفعش، ده جول على الكولم، ايوه ممكن، وده كمان جول على الكولم ممكن، يبقى كده في اتنين. تعال نشوف واي. الجهاز واي بيقيس شدة التيار بالأمبير، ده مينفعش، في هنا أمبير صح، في هنا فولت مينفعش، في هنا أمبير. أنا شايف إن الاختيار رقم دال الاتنين اللي توفروا فيه كانوا صح، يبقى الاختيار رقم دال هو الإجابة الصحيحة. صورة رقم 20،
فرق الجهد بين نقطتين عندما يلزم بذل شغل مقداره 30 جول لنقل شحنة كهربية مقدارها 10 كولم. فرق الجهد بيساوي W على Q. W 30 كمية الشحنة الكهربية ب10، يبقى الناتج يساوي 3 فولت. الاختيار رقم بقى سؤال 21. إذا كان الشغل المبذول لنقل كمية كهربية قدرها 5 كولم كل 1 ثانية، يبقى Q 5 كولم والزمن 1 ثانية بين نقطتين في موصل هو 100 جول، فإن فرق الجهد، نطلع المعطيات هنا في جنب كده، Q تساوي 5 كولم كل 1 ثانية. طب لو الزمن بقى 2 ثانية يمر كمية شحنة كهربية قد إيه؟ 10 كولم. العلاقة بين كمية الشحنة الكهربية والزمن علاقة طردية من قانون إن الـ I كان بيساوي Q على T، والشغل كان بيساوي 100 جول. أول مطلوب فرق الجهد، فرق الجهد الـ V كان بيساوي W على Q، الـ W بـ 100 والـ Q بـ 500، على الـ 5 تبقى 20 فولت. تاني مطلوب شدة التيار المار في موصل، فشدة التيار الـ I كان بيساوي Q على T، Q بـ 5 والـ T بـ 1، 5 على 1 بـ 5، وحده قياس أمبير. عدد الإلكترونات المرة بين هاتين النقطتين خلال 2 ثانية، والمعطيات كانت جاية خلال 1 ثانية. عدد الإلكترونات ما لهاش غير قانون واحد فقط، إن الـ N بيساوي Q على الـ E. الـ E ده مقدار ثابت لا بيتغير لا بيزيد ولا بيقل، وبيساوي 1.6 × 10^10 ، لكن كمية الشحنة الكهربية دي هتساوي كام خلال 2 ثانية؟ كمية الشحنة كانت بخمسة كولم خلال 1 ثانية، لكن خلال 2 ثانية بزيادة الزمن تزداد كمية الشحنة الكهربية. فخمسة خلال 1 يبقى خلال 2 يبقى 10 كولم. كده 10 على 1.6 × 10^10 ، 19. احسبهم هيطلع معاك الناتج 6.25 × 10^19 الكترون. السؤال رقم 22. عشان اقدر اوصل لتعريف وحدة قياس الكولم يساوي كمية الشحنة الكهربية التي، تعال اقولك ازاي تطلع التعريفات. الكولم ده هو وحدة قياس كمية الشحنة الكهربية. طب كمية الشحنة الكهربية جت في كام قانون؟ أول قانون كان الـ I شدة التيار، كان الـ I بيساوي Q على T، معنى إن هو بيقولك عرف الكولم، يعني بيقولك إمتى الناتج يساوي 1 كولم عشان أقدر أحط تعريف للكولم. فأقول إيه؟ الكولم هو كمية الشحنة الكهربية المرة خلال موصل لما تكون باقي العوامل كلها بواحد، عندما تكون شدة التيار المرة 1 أمبير خلال زمن قدره 1 ثانية. يبقى عشان الناتج يكون بواحد لازم كل المتغيرات اللي عندك دي تكون بواحد. يبقى اقدر اقول هنا الكولم اول جملة بكتبها فيه هو كان بيقيس ايه؟ الكولم ده هو كمية الشحنة الكهربية. يعني امتى بقى؟ خلاص بعد ما عرفت هو كمية الشحنة الكهربية، امتى الناتج يساوي 1 كولم؟ لما يكون شدة التيار بواحد والزمن بواحد. يبقى عندما تكون شدة التيار المرة في موصل تساوي 1 أمبير خلال زمن قدره 1 ثانية. طب له تعريف تاني؟ ممكن نحط له تعريف تاني. الـ V كان بيساوي W على Q، صح؟ عايز اعرف كمية الشحنة الكهربية، تعالى كده نخليها في طرف الواحدة، Q هتساوي W على V. امتى الناتج يساوي 1 كولم؟ لو كان البسط بواحد والمقام بواحد، يعني اقدر اقول ان الكولم هو كمية الشحنة الكهربية عند بذل شغل مقداره 1 جول بين نقطتين فرق الجهد بينهما ايه؟ 1 فولت. تعالى نشوف بقى التعريفات الموجودة عندك. يعني كان البسط لازم يكون بيساوي المقام طالما اسمه. لو ضرب كل منهما يساوي 1 او كل منهما مقلوب للاخر عشان الناتج يساوي 1، صحيح. تعال كده نشوف الاختيار الاول. اذا مرت خلال مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية 5 ثانية كانت شدة التيار المرة فيه 50 امبير. تعال كده نحطها، كمية الشحنة الكهربية كانت بتساوي I في T. هل كده حاصل ضربهم هيساوي 1، صحيح؟ يعني 5 في 50 هيساوي 1، صحيح؟ لا، ده هيساوي 250، يبقى الناتج غلط، لازم الناتج يساوي 1، صحيح. إذا مرت خلال مقطع من موصل في زمن قدره 50 ثانية كانت شدة التيار المرة في موصل نص أمبير، الكيو كان بتساوي I في T، نص في 50 ب25، برضو الناتج مش بواحد كولم، أنا عايز الناتج يساوي 1 كولم. شايف الاختيار رقم دل؟ تحتاج إلى شغل قدره 5 جول
لنقلها بين نقطتين فرق الجهد بينهما 5 فولت، 5 من 100 جول و5 من 100 فولت قسمة رقمين متساويين الناتج هيساوي كام؟ 1 صحيح. يبقى الاختيار رقم ده، يبقى عشان احط تعريف الكولم معناها بقول لك امتى الناتج يساوي 1 كولم. سؤال رقم 23، موصلان متماثلان A و B، إذا كان الشغل المبذول لنقل 10^20 إلكترون ده عدد الإلكترونات بين طرفي الموصل A يساوي 10 جول، والشغل المبذول نطلع بقى كده معطيات السلك A كان هيمر بيه 10^20 إلكترون، والشغل المبذول خلاله هيساوي 10 جول، والشغل المبذول لنقل 4^10^20 إلكترون بين طرفي الموصل B 10^20 × 4، 4^10^20 إلكترون يساوي 20 جول. فإن النسبة بين فرق الجهد بين طرفي كل منهما، تعال نحسب فرق الجهد بالنسبة لإيه، فرق الجهد كان بيساوي W على Q، الW بـ10 والكيو مش موجودة تبقى N في إيه، الN موجودة هي 10^20 في الإيه اللي هي شحنة الإلكترون 1.6 في 10^-19، دي الـ VA على الـ VB. الـ VB أدى العلى اهي، الشغل عندها بـ20 على عدد الإلكترونات عندها 4^10^20 في شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 × 10^10^19. في حالة قسمة الكسور بنقلب القسمة دي ضرب ونشقلب اللي بعدها، لما اللي بعدها يتشقلب يبقى VA على VB هيساوي 10 على 10^20 في 1.6 في 10^19 في اللي كان هنا في المقام 4^10^20 في 1.6 في 10^19 على 20. تلاقي شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10^19 راحت مع شحنة الإلكترون اللي موجودة هنا، هنا 10^20 راحت مع 10^20، هنا على 10 فيها 1 على 10 اللي هنا فيها 2، كده اللي باقي في البسط هنا 4 مضروبة في 1، واللي باقي في المقام تحت 2 فقط، كده بقت 4 على 2 يعني 4 يعني 2 إلى 1، يبقى VA على VB هتساوي 4 على 2 يعني تتكتب 2 إلى 1 لاختيار رقم ب. صعبة المسألة؟ طويلة ولكنها ليست صعبة. نشوف المسألة اللي بعدها. السؤال رقم 24 بيقول أي الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل يسري به تيار مستمر والزمن؟ قلنا التيار المستمر لما كان عندنا علاقة بين شدة التيار والزمن، فكانت العلاقة علاقة ثابتة لو كان تيار مستمر، وكذلك أيضا فرق الجهد لأن فرق الجهد يتوقف على التيار، لو شدة التيار كان متغير ففرق الجهد هيكون متغير، شدة التيار ثابت ففرق الجهد أيضا هيظل ثابت طالما بيسري في نفس الموصل، يبقى التيار المستمر أيضا علاقته بالزمن هتكون علاقة ثابتة إذا كان التيار مستمر. السؤال رقم 25 بيقول في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تم توصيل عدة موصلات كل على حدة بين النقطتين X و Y، أي الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين الشغل المبذول والشحنة الكهربية التي تنتقل بين النقطتين؟ معنى ان دول نفس النقطتين يعني كلمة يعني نفس فرق الجهد، لان فرق الجهد ثابت بين نفس النقطتين، فرق الجهد كان بيساوي W على Q، العلاقة بين اي مقسومين علاقة طردية، اما العلاقة بين اي مضروبين علاقة عكسية، اذا العلاقة بين ال W و Q الاتنين مقسومين على بعض يبقى العلاقة بينهم علاقة طردية لاختيار رقم ج، W و Q والميل في هذه الحالة هيساوي فرق الجهد. نخش على قانون اوم،
قانون أوم كان بيقول إن فرق الجهد يتناسب طرديا مع شدة التيار، شرط ثبوت درجة الحرارة، أو شرط ثبوت المقاومة الكهربائية. وبدأنا نحفظ القانون في صورة مثلث، نقول إن الـ V كان بيساوي I فار. وبما إن العلاقة بين أي مضروبين علاقة عكسية، والعلاقة بين أي مقسومين علاقة طردية، إذا العلاقة بين الـ V والـ I دول مقسومين على بعض فعلاقة طردية، والعلاقة بين الـ V والـ R الاتنين مقسومين على بعض يبقى علاقة طردية، شرط ثبوت الطرف الثالث وهو شدة التيار، وأن المقاومة الثابتة تؤثر على فرق الجهد وشدة التيار ولا تتأثر بفرق الجهد وشدة التيار. يعني بزيادة المقاومة فرق الجهد إيه اللي يحصل له؟ يزداد، وشدة التيار يقل. بينما بزيادة شدة التيار ماذا يحدث للمقاومة؟ تظل المقاومة ثابتة. نشوف أول سؤال، ده كانت مراجعة سريعة كده على قانون أوم قبل ما نحل عليه. في أي من الحالات الآتية تكون شدة التيار المر في المقاومة R أكبر قيمة؟ بما أن فرق الجهد يتناسب طرديا مع شدة التيار، إذا أعلى شدة التيار هيكون عند أعلى فرق الجهد، بس بشرط تكون المقاومة ثابتة. فالمقاومة في الأربع رسومات اللي عندك R، يبقى المقاومة ثابتة. إذا أعلى فرق جهد هو عنده أكبر شدة التيار. فين أعلى فرق جهد؟ 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت، 4 فولت. أعلى فرق جهد 4 فولت، وبالتالي أكبر شدة التيار عند أكبر فرق جهد. صورة رقم 27، في كل شكل من الأشكال التالية جزء من دائرة كهربية، ففي أي منهما يتم توصيل الأميتر والفولتميتر بشكل صحيح بحيث يمكن تعيين قيمة المقاومة R باستخدام قراءتيهم؟ يوصل الأميتر في نفس السلك الذي يمر به التيار الكهربي، وكنا بنسميها طريقة توصيل على التوالي، بينما الفولتميتر يوصل بين طرفي المقاومة لقياس فرق الجهد، وبين الطرفي دي كنا بنسميها طريقة توصيل على التوازي. تعال نشوف كده الرسمة الأولى. الرسمة الأولى التيار ده اتجاه التيار، فالأميتر متوصل صح، بينما الفولتميتر لازم يكون متوصل بين طرفي المقاومة وليس في السلك، يبقى هنا الرسمة دي غلط. طب نشوف الرسمة اللي بعدها، الفولتميتر متوصل في السلك، غلط، ده الأميتر هو اللي بيوصل في السلك، بينما الأميتر يوصل بين الفولتميتر هو اللي بيوصل بين طرفي الجهاز. هنا عكسهم، يعني المفروض هنا اللي يكون فيه أميتر هو اللي في طريق التيار، بينما الفولتميتر هو اللي بيوصل بين طرفي الجهاز، يبقى الرسمة دي كمان غلط. أما جيم، التيار بيمشي في السلك فالأميتر في اتجاه التيار، يبقى ده صح، بينما الفولتميتر بين طرفي المقاومة، يبقى الاختيار رقم جيم هو الصح. صورة رقم 28، إذا مر 6.25 × 10^18 إلكترون، يبقى ده عدد الإلكترونات، خلال ثانيتين والزمن باتنين، عبر مقطع من موصل فرق الجهد بين طرفيه 12 فولت، فإن قيمة مقاومة هذا الموصل هتساوي كام؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الـ R كانش لها غير قانون واحد لحد دلوقتي، إن الـ R بتساوي V على Y. أنا لسه لحد دلوقتي بعمل شجرة التفكير، ببني الخطوات اللي بتدور جوه ذهني. المعطيات اللي عندي فيها فرق جهد، ايوه ب12، ده في شدة تيار، اقرأ كده المسألة، ده فرق جهد، ثانيتين، عدد الالكترونات، مفيش شدة تيار، اعمل على شدة تيار دايرة وانزل احسب. شدة تيار كان بيساوي كيو على تي، الكيو مش موجودة ولكن عندي عدد الالكترونات، ينفع اشيل الكيو واحط مكانها ان في اي على تي، الان موجودة وشحنة الالكترون موجودة والزمن موجود كده، خلاص يبقى هحسب شدة التيار، وبعد كده راح اطلع احسب المقاومة. شدة التيار هيساوي ال N 6.5، نحسبها على الآلة الحاسبة، N كانت بتساوي 6.25 × 10^18، في شحنة الإلكترون 1.6 × 10، في 10^-19، على التي اللي هو الزمن كان باتنين ثانية، يطلع ان شدة التيار بيساوي 0.5 أمبير. يبقى اول خطوة حسبت شدة التيار طلع بنص امبير. الخطوة التانية الار كان بيساوي في على اي، الفي ب12 والاي بنص، 12 على النص تطلع ب24 اوم، الاختيار رقم الف. الصورة رقم 29، تتصل بطارية قوتها الدفع الكهربية 9 فولت، يبقى دي الفي، مع مصباح كهربي مقاومته 1.6، يبقى دي الار،
فيكون عدد الإلكترونات المرة عبر مقطع من موصل من فتيلة المصباح كل دقيقة، يبقى الزمن بقى قد إيه؟ بواحد؟ لأ، بستين ثانية. احسب عدد الإلكترونات. عدد الإلكترونات ملهاش غير قانون واحد فقط، هو إن الـ N بيساوي كيو على الـ E. أنا دلوقتي بعمل إيه؟ شجرة التفكير اللي بفكر فيه جوه ذهني. الـ E ثابت يعني معروفة، الـ Q مش موجودة في المعطيات، أنزل أحسبها. الـ Q كان لها قانون بيساوي إيه؟ ما تقوليش N في إيه. انا استخدمت القانون ده خلاص، يعني لو قلت ان كيو بيساوي ان في اي، لا انا بستخدم القانون في شجرة التفكير مرة واحدة فقط. الكيو كانت بتساوي اي في تي. عندي زمن في المسألة؟ ايوه عندي 60 ثانية، يعني الزمن موجود. هل شدة التيار موجودة؟ لا مش موجودة. انزل احسبها. واحد يقول لي شدة التيار كان بيساوي كيو على تي، اقول له غلط. ليه غلط؟ القانون ده اي بيساوي كيو على تي، ما انت لسه كاتبه من شويه ولكن كتبته بشكل مختلف، اللي هو كيو كان بيساوي اي في تي. شجره التفكير ما ينفعش اكرر فيها قانونين، كل قانون بستخدمه مره واحده فقط، يبقى القانون ده ما ينفعش استخدمه. طب هل شده التيار كان له قانون تاني؟ ايوه، من قانون اوم كان الاي بيساوي في على ار. فرق الجهد موجود؟ ايوه ب9 فولت. طب المقاومه موجوده؟ 1.6. يعني كده ما عادش في مجاهيل. ابدا بقى الحل. الحل يبدأ من آخر خطوات التفكير. آخر خطوة في التفكير كانت حساب شدة التيار، يبقى الـ I كان بيساوي V على R، الـ V ب9 والـ R كانت ب1.6. 9 على 1.6 يطلع إن شدة التيار 5.62 أو 5.63 امبير، ده شدة التيار. الخطوة اللي بعدها هي حساب الكيو. الكيو كان بيساوي اي في تي، 5.63 في التي ب60 ثانية، انصر في 60، 337.5 كولم. الخطوة اللي بعد حساب كمية الشحنة الكهربية هي حساب عدد الالكترونات، حيث ال N كان بيساوي Q على ال E. ال Q الناتج اللي لسه طالع معانا ده على ال E اللي هي شحنة الالكترون، كان بيساوي 1.6 في 10^-19 تساوي 2.1 في 10^21 لاختيار رقم د، 2.1 في 10^21. السؤال رقم 30، موصل مقاومته 10 أوم يمر به تيار شدته 0.5 أمبير، فإذا مر بنفس الموصل تيار شدته 1 أمبير، التيار كان 0.5 بقى 1، تضاعف التيار. مع ثبوت درجة الحرارة فإن مقاومة الموصل إيه اللي هيحصل لها؟ أنا قلت لك جملة في أول الحصة، قلت لك المقاومة تؤثر على التيار وفرق الجهد، يبقى المقاومة تؤثر ولا تتأثر. يعني ايه؟ يعني لو المقاومة زادت للضعف شدة التيار ايه اللي يحصل له؟ يقل للنصف، لان العلاقة بينهم علاقة عكسية. بينما لو زاد التيار للضعف ماذا يحدث للمقاومة؟ تظل المقاومة ثابتة لانها تتأثر بدرجة الحرارة، ودرجة الحرارة مالها؟ ثابتة. يبقى المقاومة كانت 10 أوم، يبقى هتظل 10 أوم. طبعا اخدنا في حصة الشرح على قانون اوم، ارجع كده هتلاقي فيه عليها 4 امثلة او 5 امثلة بتغير شدة التيار وبتغير فرق الجهد، تظل المقاومة ثابتة. سؤال 31، الشكلان المقابلان يمثلان موصلين يمر بكل منهما تيار كهربي، فان النسبة بين شدتي التيار اي 1 الى اي 2. شدة التيار الاي كان بيساوي فرق الجهد على قيمة المقاومة. إذا أي واحد هيساوي فرق الجهد، الجهد الكبير ناقص الجهد الصغير، 5 ناقص سالب 7 ناقص سالب سالب، يعني موجب 5 وموجب 7 يبقى 12 على المقاومة 6، يطلع التيار ب2 أمبير. بينما فرق الجهد في هذه الحالة هينتقل من ال22 لسالب 2، فرق الجهد كان بيساوي الكبير ناقص الصغير، 22 ناقص ناقص 2، يعني تبقى 24 على قيمة المقاومة الموجودة 4.
24 على 4 فيها 6 أمبير. كده اي 1 إلى اي 2 بيساوي 2 إلى 6، واتنين على 6 معناها 1 على 3، الاختيار رقم ج. السؤال رقم 32 في الدائرة الكهربية المبينة، ما الذي يجب عليك زيادته لتزداد شدة التيار المر بالدائرة؟ عشان أزود شدة التيار، شدة التيار بيتوقف على عاملين، بما أن الأي بيساوي V على R، الأي بيساوي V على R، يا إما تزود فرق الجهد عشان العلاقة طردية، أو تقلل المقاومة. يبقى ما الذي يجب عليك زيادته؟ أزود مين؟ فرق الجهد أو القوة الدفع الكهربية للبطارية اللي هي الـ V، أو بنسمي القوة الدفع الكهربية VB. طيب ينفع أزود طول أسلاك لسه متعرفش عنها حاجة؟ درجة الحرارة لو زودتها المقاومة هتزداد، وأنا عايز المقاومة تقل، يبقى الحاجة الوحيدة اللي هتزيد هي القوة الدفع الكهربية. السؤال رقم 33 في الدائرة الكهربية المقابلة، عند زيادة جهد المصدر فإن الكمية الفيزيائية التي لا تزداد. لو أنا زودت فرق الجهد للمصدر، يعني زودت القوة الدفع الكهربية، شدة التيار إيه اللي يحصل لها؟ تزداد، لأن العلاقة طردية. ده بالمقاومة إيه اللي يحصل لها؟ تظل ثابتة، طالما درجة الحرارة ثابتة ملهاش دعوة خالص بفرق الجهد، يبقى الكمية الفيزيائية التي تزداد هي المقاومة الكهربائية. السؤال رقم 34، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين شدة التيار وفرق الجهد، يا ترى الميل هنا في أي السلكين له مقاومة أكبر؟ المقاومة كان بيساوي فرق الجهد على شدة التيار، لكن الميل هنا لو حسبته صادات على سينات ده هيساوي I على V، والمقاومة كانت V على I، إذن الميل في هذه الحالة هيساوي مقلوب المقاومة وليست المقاومة. طيب انت اخدت في حصة الشرح ان انا اديت لك رسمة بالشكل ده كده، قلت لك هنا V وهنا I، يبقى الميل في هذه الحالة هو المقاومة. لو عندك خطين مستقيمين 1 و2 وقلت لك مين فيهم اكبر في المقاومة، هتقول لي اكبرهم ميل، فاكبرهم ميل هو الواحد، يعني اكبرهم مقاومة لو كانت الرسمة بالشكل ده. لكن الرسمة في هذه الحالة هو مقلوب المقاومة، اذا اكبرهم مقاومة في هذه الحالة أكبر مقاومة، أقلهم ميل. إذن أي سلكين له أكبر مقاومة يبقى السلك بي، ده بالسبب. السبب لأن مقلوب الميل يمثل المقاومة وليس الميل يمثل المقاومة. وصلت كده؟ يبقى لو كان الميل هو اللي بيمثل المقاومة كنت هختار إيه، لكن الميل هو مقلوب المقاومة فاخترت بي، إذن الاختيار الرقم ده هو الصح. كل اللي فات كان على المقاومة المتغيرة، المقاومة الثابتة، اللي جاي على المقاومة المتغيرة. المقاومة الثابتة كانت لا تتأثر بشدة التيار ولا فرق الجهد، بينما المقاومة المتغيرة لا بتتأثر، يعني لو زودت التيار المقاومة المتغيرة تقل، وكذلك العكس. فالسؤال هنا بيقول لك أي الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين قراءة الأميتر اللي هي شدة التيار وقيمة المقاومة المأخوذة من الـ RV؟ واحنا بنجري التجربة بتاعت أوم، كان أوم لما بدأ يزود قيمة المقاومة المتغيرة لاحظ إن شدة التيار بيقل، ولما كرر التجربة مرة أخرى وقلل المقاومة المتغيرة لاحظ إن شدة التيار بيزداد، يبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية، باختيار رقم ألف. رقم 2، أي الأشكال البيانية التالية يمثل فرق الجهد؟ يمثل علاقة بين قراءة الفولتاميتر اللي هو فرق الجهد وقيمة المقاومة المأخوذة من الـ RV. لو أنا زودت قيمة المقاومة الموجودة هنا دي، بما أن فرق الجهد كان بيساوي IR، فلو انا زودت قيمة المقاومة المتغيرة شدة التيار ايه اللي يحصل له؟ يقل. وقلت لك جملة من شوية كده في مسألة، قلت لك فرق الجهد بين اي نقطتين ثابت ما بيتغيرش، فرق الجهد بين اي نقطتين ثابت ما بيتغيرش، فالفولتاميتر موضعه ثابت بين النقطتين وليكن اسميهم اكس وواي مثلا، فطالما فرق الجهد زي ما هو كده وانا زودت الار فشدة التيار ايه اللي يحصل لها؟ تقل. فلو زادت المقاومة للضعف يقل شدة التيار للنصف، لو جيت تضرب 2 في نص الناتج هيطلع بكام؟ 1، يعني مفيش اي تغيير تم. اذا فرق الجهد بين طرفي المقاومة المتغيرة ثابت، سواء غيرت شدة التيار او حتى غيرت المقاومة، ففرق الجهد بين طرفي المقاومة المتغيرة ثابت، يعني الاختيار رقم د
قراءة الفولتاميتر مع الار في ثابتة. طيب لو غيرت شدة التيار برضه هتظل ثابتة. يعني زي الاختيار رقم 3 بيقول لك ايه الاشكال البيانية يمثل العلاقة بين قراءة الاميتر اللي هو شدة التيار وقراءة الفولتاميتر اللي هو فرق الجهد عند تغيير قيمة المقاومة المأخوذة من الار في. قلنا فرق الجهد، فرق الجهد بين طرفي المقاومة المتغيرة ماله؟ ثابت. يبقى الاختيار رقم د. السؤال رقم 36، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد بين طرفي كل منهما، فإن النسبة بين الار اكس إلى الار واي. الميل في هذه الحالة مقلوب المقاومة. الميل في هذه الحالة هو مقلوب المقاومة. فلو عايز تحسب النسبة بين ار اكس إلى ار واي، هي مقاومة ار اكس. لو عايز احسب ار اكس، فالار اكس الميل في هذه الحالة هيساوي قد ايه؟ تعالى كده نحسب الميل كان بيساوي صادات على سينات. انت قاطع قد ايه من الصادات؟ 1 2 3. قاطع قد ايه من السينات؟ 2. يعني الميل في هذه الحالة 3/2. يبقى المقاومة هنا ايه؟ 2/3 اللي هو مقلوب الميل. طب الار واي احسب المقاومة بالنسبة لها، اخدت قد ايه من الصادات؟ 1.5. اخدت قد ايه من السينات؟ 1/2/3. يبقى الميل بيساوي 1.5/3. يبقى المقاومة كانت مقلوب الميل، يعني 3/1.5 اللي هي ب2. اذا النسبة بين ار اكس الى ار واي، الار اكس 2/3 والار واي كانت ب2. مقام البسط ينزل مقام، يعني هتساوي 2/2 × 3/6. 2/6 يعني تلت. هنوقف شرح هنا، هنختم الفيديو ده بالمسألة دي، وإن شاء الله استنوني الفيديو الجاي في تكملة حل الدرس الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.